bien Mustapha, ouais, ça va. C'est quoi, je le vois pas souvent. نورا الزحاف كنشرف على الكاتيجوري U11 باريس سان جيرمان. الوغ نورمالمون حنا كنا هاد ليكيب صافي دو زون مننا، سي بور سا هي هاد لو نيفو. الوغ خدمت عليها بزاف، لا انا ولا الاداره التقنيه. فالحمد لله فهما كاينين انجازات. اول هو منا حققنا واحد البطوله انترناسيونال فاش كنا في على ليطوال، سيتي بارفي، هي اللي زادت عطاتنا الثقه في راسنا. ومن بعد كانت واحد تورنوا ديال بوجار انترناسيونال اللي حققنا فيها لا بروميير بلاس كونتر لاكاديمي محمد سيس اللي سالت بثلاثه لواحد، كان فيها لو جو اي تو. من موراها جات واحد تورنوا ديال طونجي اللي حققنا فيها لا ثروازيام بلاس، هي كانت انترناسيونال. الوغ فيها لي كرون زيكيب البلج لي اسبانيول وفيها دي اسوسياسيون ديال طنجه. فالحمد لله كانت مزيانه. ودابا هاد الاستعدادات ان شاء الله فاحنا كنستعدوا للبي اس جي كاب اللي عندنا في لو 3 ماي، وان شاء الله فاحنا عازمين باش نمشي نحققوا نتيجه ايجابيه. فالخدمه كاينه الحمد لله، النيفو كاين، فاحنا كنوجدوا لها فحال اي تورنوا. وفي لي شامبيون حنا الشامبيون لازاك، الوغ لي شامبيون لازاك فاحنا لي بروميي، الوغ فايتين لا دوزيام ب 5 بوان. فالحمد لله حنا غاديين. الرحمن الرحيم، بهزان ناصر، مدرب حراس المرمى. تحت لي الفرصه باش نشتغل مع الحراس ديال الاكاديميه ديال بي اس جي ديال الدار البيضاء هذه السنه، نظرا اللي ما توفرتش لي الفرصه باش نشتغل مع شي فريق في قسم الوطني الاول. بعد ما اشتغلت تقريبا واحد 14 سنه كنت مع فريق الدفاع الحسني الجديدي ومع المغرب التطواني، وقضيت 4 سنوات اللي دويت مع فريق الوداد كحارس مرمى. التدريب اللي كنقوموا بها مع هاد الشبان هادو ديال هاد الوليدات الصغار ديال الفريق البي جي، هما في طور التطوير، حراس عندهم مستوى، واخا ما كينتميو حتى شي فريق في العصبه في البطوله الوطنيه، ولكن كيقوموا بدوريات كبيره. وبالمناسبه ما ننساش باش نشكر الوالدين ديال هاد الوليدات اللي مساعدينهم بزاف، اللي موفر لهم كاع الظروف باش يزيدوا لقدام ويكونوا حراس ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله نمشيو السيمانه الجايه لفرنسا، ودابا كنتعدوا باش نديروا انجازات زوينين ونجيب ان شاء الله احسن حارس، وباش نجيبوا القاب اخرين ونستمتعوا بهم، باش في هذيك سميتو في الجاي ديالنا نكونوا حققنا شي القاب، وكيرجع الفضل للميسيو ناصر اللي كيتريني بينا وعلمنا شحال من حاجات، ونور الزحاف اللي دابا 3 سنين معانا. وانا خديت هاد باش نولي حارس من جدي الحسن بدا اللي كان فراغ كبير سميتو الراسينغ البيضاوي، وهو مع الاصابه ديالو ما بقاش كيلعب، وهادشي اللي ما بقاش فيه. حمزه بوخيزو، ملي نمشي لفرنسا بغيت نحقق نربحو ونلعبو لوجو ونربحو بلا مانيير، وان شاء الله نربحو. نتمنى كلشي يلعب مزيان ونربحو. Hello, my name is Jalil Tazi. I am excited to go to Paris because there will be a tournament of soccer. There will be lots of teams and I wish to have a cup. انا سميتي امين قرمان، كنلعب في بي اس جي اكاديمي ديال الدار البيضاء. كان شاك 3 جمعة كنجيو هنا في سيدي معروف لشي انترينمون، والحد ولا السبت عندنا ماتش ضد شي فرقات في كازابلانكا، كاين في الكاس ديال لازاك، و سي ان كلوب زوين كنلعبو مزيان. و شادي فرنسا غادي نلعبو شي تورنوا مع الفرقة ديال بي اس جي ديال العالم، كاين بزاف ديال الفرقة، كاين كندا، برازيل، فرنسا، والمغرب بيان سور.
وفي هاد التورنوا كاين فرقه ميلانجي انت لعاب ديال دار بيضاء ديال ديال الرباط و ديال مراكش. هاد الفرقه ميلانجي اللي يمشيو في باريس لهاد الكاس. السلام عليكم، معكم مؤثر زحف رابع اللي كيشرف على فئه اي 15 باريس سان جيرمان اللي عطيتهم شيء كثير وكنتمنى لهم الاستمراريه. مؤخرا كنا حرزنا على كاس ديال طنجه الدوليه في فئه اي 15، وكما كتشوفوا الان فعندنا هذا النموذج ديال الفئه الصغرى اللي حتى هي عندها واحد المستقبل زاهر، اللي كانت فازت مؤخرا بدوري ديال ليون اللي نظمته اكاديميه بوجار، والان هما مشرفين على دوري غادي يكون في باريس اللي غادي تحتضن جميع الاكاديميات ديال العالم ديال باريس سان جيرمان. وكنتمنوا لهم ان شاء الله نتيجه طيبه لانهم عندهم واحد المستوى عالي، وكنتمنى لهم واحد مسيره موفقه ان شاء الله. اب مع الوليدات الصغار هنا كيلعبوا الكره اليوم مع هذا الفريق هذا، وبالزياده على عندهم واحد الموهبه كي كانت واحد المسائل اللي هي تقنيه اللي تعلموها من ناحيه ديال لي كوتش، ومن ناحيه التدريب اللي كيديروا تقريبا ثلاثه المرات في الاسبوع، وكذلك هناك مباريات مع عديد من الفرق المحليه هنا في الدار البيضاء. ولكن اللي كنلاحظوا وللاسف وهو ما كاينش هناك دعم، وبالخصوص الاشراف ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. لكن هذا الدعم يمكن الدراري يزيدوا عاوتاني اكثر القدام ويكون عندهم واحد السطع على المستوى الوطني ويقدروا يزيدوا القدام ان شاء الله. تولي ماردي و لي فاندردي علي كيمشي للفوت مع صاحبه، وكيجيو كيجي من دار هكا زعما هما يل ترافاي تري بيان في لا تاكتيك وهادشي. ودابا ملي كنشوفو كيلعب سي با كوم افون، كيعلموهم مزيان وهادشي.